ديانا وناجيانا وذخرنا وفخرنا ونورنا وسرورنا ونبينا وحبيبنا وعزيزنا وعظيمنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض إلى الله محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما عليك يا رسول الله الغفار وعلى آلك الأطهار وصحبك الأبرار وعلى جميع أولياء الله الأخيار وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها